اليوم تنوقعوا شراكة ما بين وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة وجامعة محمد الخامس حول يعني أنشطة وأبحاث اللي غادي يقوم بها الباحثون أساتذة الباحثون أو الطلبة من الجامعة حول مواضيع اللي هي من اختصاص الوزارة كسياسات الأسرية، سياسات مقاربة النوع، أيضا الإدماج الاجتماعي. ونبغي نقول باللي الوزاره التضامن الاجتماعي والاسره والمكونات ديالها التعاون الوطني وكاله التنميه الاجتماعيه والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي تنشتغلوا مع جامعه محمد الخامس، خاصه هذه السنه كانت انشطه كثيره فيما يخص سواء الحمله الوطنيه لمحاربه العنف ضد النساء او ابحاث اللي كانت قامت بها مؤسسات جامعيه بسلا حول بلوره خدمات ويعني اون انجينيوري سوسيال، واحد الهندسه اجتماعيه لفائدة مراكز التعاون الوطني. فإذا هاد الشراكة كتجي باش تأطر هاد الأبحاث وهاد الأشغال اللي تنشتغلوا عليها سويا، وأيضا لإيماننا بأن الجامعة المغربية لها دور كبير اللي غتلعبوا إن شاء الله فيما يخص تعزيز العمل الاجتماعي ومهننة العمل الاجتماعي. أننا حاليا في وزارة التضامن الإدماج الاجتماعي والأسرة نشتغل على مسار الاعتماد للعامل الاجتماعي، لان هناك عاملين اجتماعيين اكثر في الجمعيات ولكن ما عندهمش الاعتماد. ففي اطار القانون 45/18 نشتغل حاليا على مسطرة الاعتماد، فهاد يعني العاملين الاجتماعيين باش ياخذوا الاعتماد غادي تكون واحد الجزء من التجربه ديالهم معتمده، ولكن غادي يكون خاص لهم تكوينات، فهاد التكوينات غادي يكونوا ايضا في الجامعات. هناك ايضا تكوين 10000 يعني عامل اجتماعي اللي غادي تكون مع الجامعات، فهذه شراكه اولى مع جامعه محمد الخامس بالرباط، وسيليها ان شاء الله شراكات مع جميع الجامعات في جميع الجهات. وهذا الهدف منه كما قلت هو مواكبة يعني الورش ديال الدولة الاجتماعية اللي كما أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واللي البرنامج الحكومي 2021-2026 كيشتغل على تعزيز ركائز هذه الدولة الاجتماعية. فمن تنقل الدولة الاجتماعية يجب أن يكون هناك عاملين اجتماعيين مختصين في العمل الاجتماعي، والعمل الاجتماعي فيه كثير، فيه الجانب القانوني، فيه الجانب المعلوماتي، فيه الجانب ديال علم الاجتماع، فيه الجانب الميداني. فلهذا جميع المؤسسات هي معنيه بالعمل الاجتماعي، وحنا سعداء اليوم ب يعني توقيع هذه الشراكه الاولى مع جامعه محمد الخامس بالرباط، وشكرا لكم. تم اليوم التوقيع على اتفاقيه اطار بين جامعه محمد الخامس بالرباط ووزاره التضامن والادماج الاجتماعي والاسره. هذه اتفاقيه الاطار اللي غتسمح الطرفين انهم يحققوا مشاريع من مستوى كبير ومشاريع اجتماعيه على الخصوص، سواء في ميدان التكوين والتكوين المستمر وكذلك في ميدان البحث العلمي والدراسات والابحاث. فبعد نجاح واحد الانشطه في هذه السنه الاخيره وصلنا جميع الطرفين الى وجوب الخروج بواحد الإطار رسمي لتسهيل هذه العملية ولا الرفع من مردودية الخدمة والخدمات المقدمة لواحد الشريحة من المجتمع. فهذه الاتفاقية غتشمل بحوث اللي تتعلق بالمرأة والطفل وكذلك ما هو مواطنين ذات الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى الإدماج الاجتماعي بصفة عامة. فالحمد لله جامعة محمد الخامس وبتجربة اللي راكمتها لسنوات في ميدان التكوين والبحث فبينات، وفي هذا الإطار المبتكر غنحاولوا جميع ان شاء الله لتحقيق واحد التجربه والوقوف على شنو هما الظروف، شنو هما المعايير والشروط اللي غتضمن لنا النجاح ديال تعميم هذه التجربه على المستوى الوطني، لا من جانب التنظيم، لا من جانب كذلك التمويل، لا من جانب الخروج بواحد الهندسة بيداغوجية من المستوى الرفيع اللي تستجب المستلزمات هاد المعنيين اللي غي يكون عندهم شرف انهم يتبعوا هاد التكوينات. ففي حقها الاشتغال مع السيدة الوزيرة هو في حقها بدا من سنوات، والان واحد
نوع جديد من الشراكة اللي غتسمح لنا أننا في إطار شراكة ربح-ربح غنوصلوا جامعة ووزارة أننا نخدموا بلادنا من واحد المنظور اللي هو مواطن، واحد المنظور اللي غيسمح لنا نكونوا في واحد التصور اللي هو داخل في إطار التنمية المستدامة الدامجة، واللي غيمكننا ويمكن المواطنين ديالنا إن شاء الله من تحقيق المبتغى. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع أصحابكم.